السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وقالت تامارا بليتنيوفا رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في البرلمان إن الروسيات حتى حينما يتزوج من أجانب فإن العلاقة غالبا ما تنتهي على نحو سيء. وأضافت أن النساء غالبا ما يجدن صعوبة في العودة إلى روسيا عندما يذهبن إلى الخارج، وحينما يتواجدن في بلادهن لا يستطعن استعادة أبنائهن. حسب رويترز كانت تتحدث ردا على سؤال من محطة إذاعية حول ما يعرف باسم أطفال الأولمبياد بعد دورة الألعاب الأولمبيات التي استضافتها موسكو عام 1980 حينما كانت وسائل منع الحمل غير متوفرة بقدر كبير في البلاد، واستخدم هذا المصطلح خلال الحقبة السوفيتية لوصف الأطفال غير البيض ثمرة العلاقات التي أقيمت خلال مناسبات دولية بين نساء الروسيات ورجال من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وتعرض العديد من هؤلاء الأطفال التميز، قالت بليتنيوفا لمحطة جوفوريت موسكيف الإذاعيات، يجب أن ننجب أطفالنا. هؤلاء الأطفال مختلطو الجنس يعانون ويعانوا منذ العصر السوفيتي، وأضافت الأمر واحد إذا كانوا من نفس العرق ولكن مختلف تماما إذا كانوا من جنس مختلف. أنا لست قومية، لكن مع ذلك أعلم أن الأطفال يعانون. لقد تم التخلي عنهم، وهذا كل شيء، إنهم يبقون هنا مع لامي. وقال بليتنيوفا إنها تود أن يتزوج المواطن الروس بدافع من الحب بغض النظر عن انتمائهم العرقي. وقال مشرع آخر، إن المشجعين الأجانب قد يجلبون الفيروسات إلى كأس العالم ويصيبون أروس. وفي تصريحات لمحطة جوفوريت موسكيفة قال ألكسندر شيرين أيضا إن على الروس أن يكونوا حذرين في تعاملهم مع الأجانب، لأنهم قد يحاولون ترويج مواد محظورة خلال البطولة. ويسافر الآلاف من مشجعي كرة القدم من 31 دولة إلى روسيا لمشاهدة